مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مبدعون. ضيف حلقة اليوم فنان تشكيلي، أكيد فلسطيني، هو من مدينة اللد ولكنه انولد وعاش فترة في القدس ثم انتقل لرام الله. بيناتهم بدأ عنده هواية الفن أو الرسم. قبل ما نتعرف عليه، برسم بورتري، برسم زيتي في طريق النحاس، وبدرب بعلم رسم في عدة مدارس. خلوني أرحب بجلال ضبيط. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. جلال ضبيط من عمره 10 سنين بدأ يرسم، أو بالأحرى اكتشف أنه لازم يتوجه للرسم. نرجع بالذكريات لعشر سنين يا جلال. بتذكريني ذكريات كتير جميلة جدا بالنسبة لي. كانت في كان زعيم عربي رائع جدا، كنا مبسوطين منه، نحبه، الزعيم جمال عبد الناصر. كان أحلى إشي فيه لما يلبس بدلته ويحط الجراف المحرمة. المحرمة كانت تتشكل 3 مثلثات، يعني أهرامات مصر. فحبيت المنظر هذا، وكنت وأنا صغير أحاول أني أقلد صورته أرسمه. مرة كان يزبط معي المنخار، مرة ما يزبطش، مرة يزبط التم. ففي هاي الحالة هو بتوقع كان المعلم البادي إلي أو بداية التعليمي من الفن من خلاله. هو اللي أعطاني الدفعة، هو اللي أعطاني الفكرة أني أمسك القلم وأبلش أرسم، لأنه كانت عنده ميزات رائعة جدا، شخصيته وشخصية كمان المحرمة اللي كان يحطها كانت كتير رائعة جدا، خلتني إني أرسم أبدأ شغلي من هذاك الوقت. من هون زي ما قلت لي بديت ترسم في المدرسة خرائط وأشياء تانية. طبعا هو شجعني هذا الوضع، وصرت في المدرسة مرات الطلاب الأساتذة المدير يطلبوا مني وكانوا يشجعوني كتير، والحمد لله إنه مشيت في الموضوع الفن وبلشت أفكر أطور نفسي أكتر. طبعاً أنا بالنسبة لي صرت أفتش على أساتذة الفن وأساتذة الخط العربي، لأنه كمان أنا بالخط العربي انبسطت كتير وتعلمت خطوط العربية، فتوجهت لبعض من الأساتذة مثل الأستاذ محمد صيام، كان وأعطانا إرشادات بالخط العربي. أنا بالنسبة لي قواني وأعطاني إشي دفعة منيحة مع الرسم، لأنه جمعت هيك بين الخطوط العربية والزغرفة مع الفن التشكيلي، فصرت أشتغل باليافطات الدعائية، ساعدتني كتير. وبنفس الوقت أبلش أحضر لمعارض، وأنا صغير فكرت أني أنشر حالي، أودي فكرتي للناس فمن خلال اللوحات اللي أنا بدي أرسمها. بهيك أول معرض تقريبا اشتركنا فيه كنا مجموعة أطفال من الجواز 13 سنة طفل، عملناه في مركز اسمه كان النادي الكاثوليك في رام الله. اشتركنا كنا مع بعض، وكانت هذا البداية لحياتي بالفن. من هون الانطلاقة؟ من هون الانطلاقة، لأنه بعدها بفترة أنا عملت معرض تاني كان عمري حوالي 16 سنة في رام الله، وزاروا كتير ناس، حتى بعت منه روحات، يعني انبسطت على حالي أني أنا الناس عمالها تفرح في شغلي وبتنبسط على شغلي، وشجعوني كتير ناس، منها كان حياة الوالد يشجعني كتير يقول لي اشتغل، بنفس الوقت أتعلم أدرس وأرجع أشتغل في شغل الدعاية للناس اللي تطلب مني.
جلال من هو صغير تعلم انه يشتغل وعمل المعارض زي ما قال، وكان بدا يخطط ويشتغل يافطات ويطلع فلوس وحوش فلوس حتى لما يطلع ايطاليا كمان يصرف على حاله. كان الوالد يسميه ابو عصام. ايطاليا عالم جديد ومرحله جديده. صح. طلعت تدرس يا جلال، شو الظروف اللي طلعت فيها للدراسه في ايطاليا جلال؟ انا بعد ما شفت حالي اندفعت في الرسم وعملت هالمعرضين وشجعوني كثير، صرت في التوجيه، خلصت انهيت في اجافي حفل التخريج القاصد الرسولي على دير اللاتين، وهناك شاف لوحه من لوحاتي برعت له فيها واخذ اسمي واعطاني بعته لايطاليا. اذا وصلت ايطاليا هذا البلد الكبير بالنسبه لك، ايش كان بدي يعمل لك؟ من بلد رائع جدا، اول شيء علمتني وهذا كان اهم شيء عندي. انا وصلت على الكليه هناك اسمها ليبياتو انجليكو، وتعلمت فيها تخصص كنائس النحت على النحاس وتخصصات ثانيه كانت معاها، وبسطت كثير لانه فيها اساتذه عمالقه بالفن، فيها نحاتين بيقدر الواحد يشوف حتى لو اجينا لافراد العائلات اللي بتعيش هناك بتلاحظي انه من العيله في لا يقل عن تنين بيشتغلوا بالفن. يعني ما بتقتصر الإشي على إنه البدرس بس فن، إحنا ممكن نلاقيها غريبة نطلع على البلد هناك شخص أنا طالع من فلسطين أدرس، لكن هناك بتواجه إني بلاقي 100 شخص من منطقة بسيطة عم بدرسوا فن، فدمهم الفن، دمهم الرسم، بحياتهم بيحبوش يحكوا إلا بالأسلوب هذا، حتى بيوتهم بتلاقي مرسومة عليها رسومات جميلة جدا، إشي رائع جدا. أكلهم طيب، حياتهم طيبة كمان، مش بس فنهم، حتى الأكل عندهم بيشبه الفن، لما بيعملوه بطريقة رائعة جدا. هذه إيطاليا. جلال بثلاث سنين مش 4 سنين خلص الدراسة في إيطاليا ورجع لفلسطين. أول شغل كان له في جامعة بيرزيت واللي من ثم تنقل لعدة مدارس اشتغل فيها. نبدأ في مرحلة العمل الحقيقي في مجال دراستك وفنك جلال. أول ما رجعت من إيطاليا تعينت في جامعة بيرزيت في مركز الأبحاث تابع للجامعة. هناك كان في المركز هذا نشتغل فيه أكثر إشي عن السيراميك والوظائف التصميم، يعني وظيفة التصميم. فكان التصميم هو وظيفتي أنا في المركز، اشتغلت فيها سنة كاملة في الجامعة. المركز هذا بعد سنة أغلق لأسباب معينة مادية طبعاً، وبعدها انطلقت إنه أجتني بعض من المدارس مثلها مدرسة طرسنطة في بيت لحم، درست فيها مدة طويلة من الزمن. شو درست فيها؟ فن. كنت أروح للطلاب، كانت أول شيء مختلطة طبعاً، بعدين بعد فترة غيروا، كنا ندرسهم رسم نحت على النحاس أو طرق على النحاس، وندرسهم في التصميم، فكرة التصميم، نظرية الألوان، يعني برنامج كامل أنا سويته بيختلف عن برنامج التعليمي الفني في مدارس تانية اللي ممكن أخذوه عن التربية والتعليم. أنا حقيقة مش عمالي بتبع البرنامج هذا، متبع برنامج أنا وضعته مع بعض من الأساتذة اللي درست عندهم في إيطاليا للفن، وبمارسه مع الطلاب أحسن وبقدمه. وجدت منه إنه منقدر نفوز بجوائز، يعني لو تقدمنا أو قدمت أي طالب لأي مسابقة بلاحظوا إنه عماله بفوز، كانوا يأخذوا الجوائز الأولى. يعني الهدف إحنا لما بندرس فن الجائزة عنا هي المهمة ولا في إشي تاني هو المهم؟ لا، الجائزة بتيجي بعدين، يعني بتيجي من خلال بنية الطالب هذا الفنية. لما أنا أعطيته مواد معينة ودرسته فيها وهو كان عنده طاقة معينة في العمل بالرسم بالألوان، وحطينا الأفكار اللي بتروح لمسابقات فنية عالمية ومحلية، وجدت إنه الطلاب أبدعوا. دليل إيش هذا؟ الوعي الثقافي اللي بلش عند الطلاب أول إشي، في منهم كمان الوعي الثقافي عند الأهل، الوعي الفني نقوله عند الأهل، لأنه في صاروا يساعدوني كمان أهل الطلاب، صاروا يساعدوني كتير بإنه يبعثوا الأدوات مع أولادهم مثلاً ومبسوطين عليهم، عم بيتعلموا بيجيبوا اشياء جديده افكار جديده، فعند الطالب صارت شخصيه ثانيه. قديش مهم ندرس الفن للطلاب هن وصغار وليش يا جلال؟ بتوقع المفروض يعني يكون بال10 سنين وطالع،
قبل العشر سنين الطفل نقدرش نيجي نقول له اعمل، لأن أنا بقول لك الفن بعتبره والرياضة بنخلقه مع الإنسان، يعني من تركيبته موجود. حتى لو أنا جيت هلأ أعطيت لطفل صغير عمره سنتين ألوان، بصير يروح يدور على ورقة عشان يعمل عليها الألوان، ولو أعطيته الطابة بيعرف إنه يستعمل الطابة بإجره، يعني يضرب الطابة ويلعب فيها. إذن هذه بتخلق معنا. هلأ علينا إحنا الخبراء في هذا الموضوع إنه ننمي مواهب هدول الطلاب أو هدول الأولاد عندما يوصلوا حد معين. بتوقع الحد الصف عاشر أو العمر بالعشر سنين أو صف رابع إجمالاً بكون كويس، يبدأ معاهم الأستاذ أو يبدأ معاهم الفنان يدربهم. زي هذا بنقدر طوالي نعجنه، نعمل فكرة فيه، نعطي الفن في النهاية لما بده يكون فنان، هم ضروري يكون فنان لما يكبر أصلاً. يعني هو بتعلم الفن عشان يكون إنسان مزوق، يكون إنسان إتيكيت، يعرف كيف يتعامل مع الناس، يعرف الفكرة كيف تيجي. من خلال الفكرة كيف تيجي معناه أنا بطور الإنسان بمواد تانية، العربي، الإنجليزي، التاريخ، بيصير عنده قدرات. يعني عملياً نعمل قدرات في جسمه لهذا الطفل إنه يقدر يعطي مع المواد التانية، يعني يستوعب المواد التانية. بيكبر شوي شوي بتزيد مع ثقافة الفن، إحنا لازم نعطيه برامج أكبر حسب طاقته. الخط العربي بيدخل ضمن نطاق تدريسك للفن؟ الخط العربي موجود. هو شوفي، يعني إذا بدنا نحكي عن الخط العربي بيختلف شوي صغير عن الرسم. الرسم أنا بقدر كأستاذ متخصص في الفن أدرسه. الخط العربي بيدخل مرات معنا الأستاذ اللغة العربية، معنا بيدخل على الخط إنه بعطيه الكتب هاي الجاهزة يكتبوا عنها أو ينقلوا عنها. بس أنا إلي ملاحظة إنه حتى بأساس اللغة العربية المفروض لازم في الجامعات يدرسوا الخطوط العربية، يتقووا فيها، يعرفوا أنواعها. في عدة أنواع، في الأنواع الكلاسيكية زي مثلا خط الرقعة والفارسي والنسخ، أنا بعطي أمثلة طبعا. هدول المفروض الأستاذ اللغة العربية يكون ملم فيهم. للأسف توقع على عاتق برضو كمان أستاذ الفن، وحصصنا قليلة. يعني بعطوا حصة واحدة لأكتر إشي في الأسبوع للطالب. لأ المفروض يكون عندنا أكتر، يعني على الأقل 3 حصص اللي أقدر أنا أفيد الطالب من النظري في الفن، ومن الخطوط العربية والزغرف والتصميم، ومن الفن التشكيلي كمان كيف يتعلموا. يعني لازم يتوزعوا، فإحنا هون نجملهم كلهم بحصة واحدة، هذا بصير علينا ضغط. الفنان جلال ضبيط يتقن العديد من الفنون، منها الفسيفساء، الطرق على النحاس، النحت الزيتي، والخط العربي، وأيضا مهتم جدا في تدريس وعمل ورشات عمل تدريبية وتدريسية للطلاب في عدة مدارس. ولكن يا جلال وين بتلاقي حالك؟ أي نوع من هاي الفنون بناديلك بقول لك تعال لعندي أكثر من الباقي؟ مين المحبب لقلبك؟ هلأ أنا بالنسبة إلي أحلى الفنون وأجملها بلاقيها بالنسبة إلي الألوان الزيتية رسمها، وطبعا في عندي شغله تخصصت فيها انا اللي هي الطرق على النحاس. النحاس عباره عن صفائح، وهذه الصفائح لونها بيجذبني، اللون الذهبي اللي عليها وصوتها لما بترك في المطرقه الخشبيه المكونه من خشب البلوط، بتتعامل المطرقه مع النحاس بهذه الطريقة. بشوف القطعة الصفيحة النحاسية كيف عمالها بتتشكل قدامي، تطلع المجسم، تطلع الريليف اللي فيها الطبقات. طبعا في بعض من اللحظات بيبس النحاس معي، بدي أستعمل النار هاي عشان أحمي النحاس وأرجعه طري. طبعا ممنوع أحمي النحاس أكتر من اللون الأحمر. نعرف إحنا إذا حطينا النار على النحاس بتعمل الألوان لغاية ما توصل للون الأحمر. عندي اللون الأحمر لازم أنا أوقف، وإلا بصير درجة الانصهار بتصير فيه. وهون بعمل كل النحاس بالطريقة هاي، بحميه بيرجع طري، برجع أعود أشكله من جديد، أكشف النحاس بمواد كيماوية خاصة. وهذه الطريقة بعد ما أنا أشوف النحاس طلع كله ظهر قدامي، صفيحة النحاس تحولت لحركة لفكرة. لهذا السبب أنا بحب
شغل النحاس، شغل النحاس لأنه في إشي تشكيلي، تشكيل حركة، في من إشي بسيط بصفي عندي موضوع، فبلاحظ إنه الحياة في الشغل فيه حلوة، طريقته حلوة، هذا بنبسط فيه. من الطرق على النحاس انتقلت للنحت على الحجر، وفي متعة أخرى بالحجر. لما نكون منشوف كتلة حجرية بسيطة مربعة وشوي صغيرة، بصير أفكر أنا الموضوع اللي بدي أنحته كيف هو موجود جوات هالحجر.